شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر يوم ولد ويوم يموت
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت
رب. فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جاء ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وأزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به شيئا فريا.
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال إني عبد الله آتاني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ¡Suscríbete!
وبرم بوالدتي وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.